الشاب هذا اللي معين جاره ما هو سياره، بيجي الزلمه لهون بالسبب بيبيع مازوت الكازيات. الزلمه كان راجع بسيارته على المخيم وصدم مع شاب ثاني فلسطيني بالماتور، صار اقتتال بيناتهم، فزعوا ما طاق الشاب الفلسطيني شاب ثاني، اكل ضرب الشاب ما هان علينا، فكينا المشكله. والان هذا الشاب اللي من عين جاره حمل حاله وتيسر على بيته. ثاني يوم فقال الشاب اللي انضرب بده يعرفوا انه احنا جماعه، انتم بدكم مشاكل ولا بدكم صلح؟ انا لهم يا عمي احنا ما دينا صلح، احنا جماعه ما بتاع مشاكل. وشوفت عينها كلياتها تهجرنا، ان كان عين ابن جاره ولا ان كان ابن فلسطين ولا ان كان ابن دمشق ولا ان كان ابن حلب ولا ان كان ابن ادلب، كلياتنا تهجرنا، كلياتنا سوا، كلياتنا عايشين بخير. لا وضع احسن من وضعي ولا وضعي احسن من وضعه. اتفقنا مع مفتي جنديرس على اساس الصلح يكون عنده ومعانا تسجيلات صوت، على اساس اليوم الشاب احنا جماعه المخيم نطلع ونصالح اهل الشاب اللي انضرب. فاجانا امبارح بعد العصر اجت سياره فيها سته مسلحين، ست اشخاص مسلحين، ومن بين هذول ست اشخاص في شاب بيكون اخوه الشاب اللي انضرب، جايب مجموعه. احنا ما نشمل نقول والله الزنكي كلياته اللي هجم وكل الزنكي اللي عمل، لا، اشخاص من الزنكي اجوا فزع مع هذا الشاب. الشاب كانوا واقف هون، نزلوا بالسياره بلشوا يضربوا بالبواريد يخبطوا فيه للشاب. اجينا احنا كنا واقفين هناك، عندنا محلات وعندنا ارزاق، اجينا نركض، قام شافوا العالم اجت تركض عليهم، قام بلشوا يدرسوا بالشاب بجري، اخذنا الشاب على المشفى، ضرب رصاص على اجرين الشاب وضربوه هون، عملنا حالنا واخذنا الشاب على المشفى. من كثر النزيف من كثر النزيف الشاب توفى. شوفت عينك يعني رد اهل الفعل المخيم في اهل كازيه لاهل عين جاره. طبعا الحمد لله يعني ما في عندنا لا حدا حرق كازيات ولا حدا سرق ولا حدا، مشان ما العالم تشوه غضب، كسروا الكازيه لهذا الزلمه، عرفت شو؟ وهاي طرقات مسكره هلا حاليا، العالم بدها القصاص، مطلب قصاص، بدنا احنا محكمه تقيم شرع الله. شو اسم الشبيه اللي توفى؟ فالح الديراوي، فلسطيني من مهاجرين مخيم دير بلوط.